راه الغش كيتعارض واحد التعارض باين مع مبدأ تكافؤ الفرص. فين تكافؤ الفرص؟ فين هو تكافؤ الفرص؟ السلام عليكم. شحال من واحد حسب النقطة ديالو لقاها 14 على 20 15 على 20 ومع ذلك ما دازش؟ يعني شنا هي الأسباب اللي خلت بزاف ديال الناس خدموا وجاوبوا على واحد النسبة كبيرة من أسئلة ديال المباراة ومع ذلك للأسف الشديد ما لقاش سميتو من بين الأسماء ديال الناجحين؟ شنو هو السبب؟ فين كاين المشكل؟ حاولت نقلب لقيت مجموعة ديال الأسباب، خنشة ديال الأسباب. ما كنهضرش على الناس اللي ما جاوبوش مزيان، إما حيت ما كانوش موجدين ولا دايرينها غير تجربة أولى باش يعودوا راسهم على ظروف الاختبار. وما كنهضرش أيضا على الناس اللي وجدوا ولكن وقع لهم مشكل بسبب أنهم ارتبكوا ولا خافوا ولا الضغط والتوتر اللي حسوا به خلاهم ما يركزوش وبالتالي ما جاوبوش مزيان وما عارفين أنهم ما جاوبوش مزيان. ما كنهضرش على هذه الفئة، الله يسهل عليها وإن شاء الله العام الجاي توفق وتستافد من الأخطاء ديالها. أنا كنهضر على الناس اللي جاوبوا وعارفين راسهم أنهم جاوبوا مزيان، بل أبعد من ذلك، حسبوا النقط ديالهم بناء على التصحيح الرسمي لقوا أنهم جابوا نقط لا يستهانوا بها، بحال 14 على 20 15 على 20، يعني راه نقط عالية جدا، وكانوا متأكدين أن الأسماء ديالهم غادي تكون في اللائحة ديال النتائج، ولكن للأسف السميات ديالهم ما لقاوهمش في النتائج. هادشي كيخلي بنادم يتساءل فين كاين المشكل؟ واسمعني مزيان ورد البال هادشي اللي غادي نقول باش تعرف شكون كان حيلة وسباب. صراحة جمعت بزاف بزاف ديال الأسباب ولكن لقيتها كاملة كترجع لجوج أسباب رئيسية ومحورية ومركزية. أول سبب هو أن هاد الاختبار هو عبارة عن مباراة وماشي امتحان. الفرق بيناتهم هو أن الامتحان كيحدد واحد النسبة ولا واحد المعدل، اللي جاب أكثر منه كينجح وممكن ينجحوا كاملين، واللي جاب قل منه كيسقط وممكن يسقطوا كاملين. المباراة لا، ما كتمشيش بهذا السيستيم، هي كتقول لك بغينا ودي هذا العدد، مثلا بغينا 10 ديال الناس، كتجي 20 واحد كيديروا لهم اختبار يشوفوا اعلى نقطة، ممكن تكون 10 على 20، ممكن تكون 8 على 20، ممكن تكون 16 على 20، المهم تيشوفوا اعلى نقطة في دوك النقط، وكيجيو هابطين تناقصيا من الأكبر إلى الأصغر، تيخدموا ذاك الرمز ديال أكبر من، تيوصلوا ل 10 ديال الناس. الله يجعل هذاك العشر يكون جايب 6 على 20 غادي ينجح اوكي حبسوا. نعطيكم مثال باش تفهموا، مثلا ديك 20 شخص اللي دوزوا الاختبار الواعر فيهم جاب 9.5 يعني 9.50 على 20، هذا هو الواعر فيهم، غادي يهزوه وغادي يجيو تناقصيا من 9.5 وغادي يجيو هابطين 9.25 9 8.75 8.50 تيجيو العاشر وغادي يحبسوا. وكيقولوا لهذوك اللي بقاو تحت من 10 هذا فراق بيننا وبينكم، ولا العكس ممكن يكون الواعر فيهم جايب 17 على 20 وكيجيو هابطين وممكن يلقاو العاشر جايب 15، والاشخاص اللي تحت هاد العاشر ما غاديش ينجحوا، غادي يكونوا فيهم ناس جايبين 14 ناس جايبين 13 ناس جايبين 12 ومع ذلك ما غاديش ينجحوا، حيت صافي راه العدد جاو تناقصيا من 17 وجاو هابطين حتى ل 15 يعني 10 ديال الناس، داكشي اللي بقى راه ما غاديش ينجح واخا يجيب 14. اذا هذا هو السبب الاول من الاسباب اللي تتخلي واحد الانسان حسب النقط ديالو لقاها 15 14 13 ومع ذلك ما نجحش. هذا واحد السبب من الاسباب وهذا سبب منطقي وعادي وكنحترموا هذا السبب. لكن دابا غادي نهضر على السبب الثاني. السبب الثاني هو الغش والزبونية وباك صاحبي والمعارف، وهذه هي الطامة الكبرى والآفة العظمى. كاين الناس صراحة دازوا بالكفاءة ديالهم بالمجهود ديالهم وبالعمل الدؤوب والاجتهاد المتواصل، ومن هذا المنبر ولا من هذا المقام كنوجه لهم تحية تقدير وتحية تشجيع وتحية احترام. لكن في المقابل وللأسف الشديد كاين الناس دازوا بوسائط وناس دازوا بالنقيل العلالي، ماشي داك النقيل تحت الطابلة وفوق الطابلة سيدي، كانوا تسريبات مع الصباح خصوصا ما يتعلق بالابتدائي، وهذا ليس بعيدا عن الثانوي ايضا. والمشكل العويص هو ان اللجان المكلفة بمراقبة المترشحين اثناء الاختبار ما كتقومش بالواجب ديالها، اما تيكونوا خايفين من ردود فعل ديال دوك الاشخاص الغشاشي، يعني واحد الردود فعل عنيفة، وكتعرفوا اللي يسمح ليه الضمير ديالو انه يغش وانه ينقل وانه يستعمل ادوات ديال الغش سواء عن طريق وسيطة او عن طريق تليفون او لا عن طريق الزميل ديالو، كون اكيد ان الضمير ديالو ما غاديش يمنعو انه يدير سلوكات عنيفة ضد اي واحد كيستفزو ولا كيفضحو، يعني انتظر منه
اي حاجه. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اما كتكون هذه اللجان متواطئه مع الغشاشه ومتساهله معهم، ممكن تكون كتعرفهم وممكن تكون ما كتعرفهمش، فقط كيتساهلوا معهم، عين شافت وعين ما شافتش. ولكن المشكل ماشي في هذه الغشاشه، الناس طوب وحجر، كاين فيهم الزوين وكاين فيهم الخايب، كاين فيهم الشرير وكاين فيهم الخير. المشكل في الوزاره ما اتخذتش ردود فعل صارمه في حق كل من سولت له نفسه يغش او يتواطئ ويتضامن ويتساهل مع الغشاشه. عقوبات صارمه. حنا ما بغينا والو، بغينا غير ديك مساله تكافؤ الفرص تحقق على ارض الواقع، وما تكونش مجرد عباره حبر على ورق، بغيناها تحقق ميدانيا تطبيقيا في الواقع، نشوفوها نلتمسوها نحسوا بها عن طريق اتخاذ اجراءات صارمه وشديده ضد كل فعل يتعارض مع هذه المساله ديال تكافؤ الفرص. ومن بينها الغش، راه الغش كيتعارض واحد التعارض باين وواضح وضوح الشمس في النهار مع مبدأ تكافؤ الفرص. فين تكافؤ الفرص؟ فين هو تكافؤ الفرص؟ سواء عن طريق وسائط ديال باك صاحبي ولا كنعرفو ولا عن طريق الغش بالهاتف او لا غيره. لهذا انا من هذا المنبر من القناة حسن وعدو كنقول، كنوجه هذه الكلمة، بغينا تحقيق تكافؤ الفرص، ذلك عن طريق، يعني شنو هو الحل؟ الحل ديال السبب الاول اللي هو ان هذه راه مباراه ماشي امتحان، يعني راه تيهزوا واحد الناس بغاو 10 كيهزوا 10. الحل ديالو هو ان اي واحد غادي يمشي بريباري مزيان، غادي يمشي يخدم مزيان. ولكن الحل ديال هذه راه في يدكم نتوما الوزاره، راه خصكم تتخذوا اجراءات صارمه ضد كل من سولت له نفسه ان يغش. وفي الاخير ما عليا غير نقول: لن نفشل ولن نيأس ولن نسقط، وحتى اذا تعثرت اقدامنا فسقطنا سننهض وسنواصل الطريق بكل قوة وبكل عزيمة وبكل إصرار، ولن نتخلى أبدا عن أهدافنا ولا طموحاتنا ما حيينا، لن نتخلى عن مبادئنا، عن قناعاتنا الراسخة والمتجذرة في نفوسنا وفي كياننا. ودمنا ودمتم للعلم والمعرفة أوفياء، وتحية حب وتقدير واحترام لكل نزيه ولكل شريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي.